بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكارديو. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن السيرفيسز اوف ذا هارت، هنتكلم دلوقتي بقى عن البوردرز. اتكلمنا عن انه في انتيرو سيرفيس او اللي هو الاسترنو كوستال سيرفيس اللي بيبقى باتجاه الاسترنو من الريبس، وفي عندنا ورا هنا بيبقى البيز او معروف باسم البوستيريور سيرفيس، وتحت هنا بيبقى الانفيريور سيرفيس او اللي هو بيبقى الدايفراجماتيك سيرفيس. وعرفنا ان احنا عندنا كده 3 سيرفيسز، عندنا في 3 سيرفيسز للقلب. هناخد بقى البوردرز، احنا عندنا في 4 بوردرز للقلب. اول بوردر عندنا هو السوبيريور بوردر، الحته اللي فوق ديت السوبيريور بوردر، كل ده بنسميه الايه السوبيريور بوردر اوف ذا هارت، السوبيريور بوردر اوف ذا هارت. ويمكن هنجد السوبيريور بوردر اوف ذا هارت بيشكلوا عندنا الحجرة ديت والحجرة ديت. طبعا الحجرة دي يا شباب اللي هي الحجرة دي يا شباب اللي هي الرايت اتريوم، الحجرة دي اللي هي الليفت اتريوم، الاتنين بيتحدوا مع بعض ويشكلوا البوردر العلوي من القلب اللي هو بنسميه السوبيريور بوردر. وناحية الرايت هنا بيتواجد بوردر اللي بنسميه الرايت بوردر. هنشيل الضلوع بقى عشان نتفرج براحتنا. خلاص كده يا شباب، يبقى انا عندي هنا اول بوردر عندي اللي هو السوبيريور بوردر، وده بيتشكل بواسطة الرايت اتريوم اللي بيبقى هنا والليفت اتريوم، كل ده بنسميه السوبيريور بوردر. خلاص كده، عندك بالنسبة للرايت بوردر اللي هو بيبقى موجود هنا اهو، وده بيشكله بشكل اساسي الرايت اتريوم بس. خلاص، طيب احنا قلنا ان ده الرايت اتريوم واللي ورا ده الليفت اتريوم، وعندنا ده الرايت فنتركل وده الليفت فنتركل، وبالتالي السوبيريور بوردر بيشكله حجرة رقم 1 ورقم 2 اللي هي الرايت اتريوم والليفت اتريوم، والرايت بوردر بيشكله الايه الرايت اتريوم. طيب بالنسبه للليفت بوردر، فده بيشكله هنا اللي هي الحجره رقم 4 اللي احنا بنسميها الليفت فنتركل، الليفت فنتركل. في بقى عندنا الانفيريور بوردر، وده بيشكله الرايت فنتركل. يبقى احنا عندنا هنا الرايت بوردر بيشكله الرايت اتريوم، والليفت بوردر بيشكله الليفت فنتركل، والانفيريور بوردر بيشكله الرايت فنتركل. فكل بوردر بتشكله حجره واحده باستثناء السوبيريور بوردر، ده بيشارك فيه الرايت اتريوم والليفت اتريوم، الاثنين ايه اتريوم. ما نيجي نشوف نفس الكلام ده على الاطالس، زي ما احنا شايفين ادي الرايت بوردر بيشكله الرايت ايه الرايت اتريوم، وادي الليفت بوردر بيشكله الليفت فنتركل. وهنجد هنا على الناحيه الثانيه الايه الليفت بوردر بيتشكل بشكل اساسي من الايه الليفت فنتركل، زي ما احنا شايفين كده كل ده. بالمناسبة هنا بيبقى في حتة كده ودناية كده، يعني شوف ده الليفت فنتركل اهو، كل ده الليفت فنتركل، ويبقى في هنا ايه اوركل كده ودناية كده بنسميها الليفت اوركل. لسه قصة كده هنحكيها، ليها قصة كده نحكيها بعدين يعني. المهم ان الليفت اوركل برضه بتشكل الايه الليفت بوردر بتاع الهارت. خلاص كده، يبقى انا عندنا هنا الليفت اوركل مع الليفت فنتركل، الاثنين بيشكلوا الليفت بوردر بتاع الايه الهارت، وهنا الرايت اتريوم بيشكل الرايت بوردر بتاع الايه الهارت. وخلي بالك الرايت اتريوم بيبقى ليها هنا اوركل برضه تسمى الرايت اوركل، بس الرايت اوركل ملهاش علاقه بالبوردرز، ملهاش علاقه بالرايت بوردر، بينما الليفت اوركل ليها علاقه بالليفت بوردر. ماشي، عشان تبقى انت بس عارف الحته دي في الام سي كيوهات وكده. خلاص كده، طيب اما نيجي هنا بقى تحت في الانفيرو بوردر، هنجد انه الانفيرو بوردر بيتشكل بشكل اساسي بواسطه الايه الرايت فنتركل. يبقى الرايت فنتركل خلاص كده بيشكله او بيشكل بشكل اساسي الايه كل، شوف كل ده كل ده كل ده تبع الايه كل ده تبع الايه الرايت فنتركل، كل ده تبع الرايت فنتركل. طب من فوق، من فوق بقى الرايت اتريوم اهو زي ما احنا شايفين، واللي مش باين اللي هو لو انا شلت الجريد فيزلز عشان اشوفه لازم اشيل الجريد فيزلز اللي هو الايه الليفت ايه الليفت اتريوم. خلاص كده، يبقى اذا ناحيه الرايت الرايت بوردر الرايت، تعال كده نجيب من ايه الارقام من الاول، يبقى الرايت اتريوم بيشكل الرايت بوردر، والرايت فنتركل بيشكل الانفيريور بوردر، والليفت اوركل والليفت فنتركل بيشكلوا الليفت بوردر. خلاص كده، طيب والتو اتريا ماشي بيشكلوا الايه بيشكلوا السوبيريور بوردر اوف ذا هارت. خلاص كده، يبقى دمت الاربعه بوردرز بتوع الايه الهارت. وهتلاحظ كده انه الرايت بوردر والليفت بوردر بيبقوا مميزين بان هما كونفكس شويه، يعني بيبقوا بارزين قوي. خلاص كده، الرايت بوردر والليفت بوردر بيبقى فيهم كونفكستي شويه، بيبقى كونفكس، بيبقوا بارزين لبره. برضه لو جينا مشينا على البوردرز ديت او الحدود ديت، ادي الانفيرو بوردر تمام كده، وادي الليفت بوردر، والاثنين بيتلاقوا مع بعض في المنطقه اللي احنا بنسميها الايبكس، الكاردياك ايبكس. والكاردياك ايبكس بتتكون بشكل اساسي بواسطه الليفت فنتركل، وهنوضح الموضوع ده في الفيديو.